إيفي إم، أنت منيح؟ بالإذن منك. إيفي إم، إيفي إم، أنت منيح شي؟ إيفي إم، أنا بعتذر إذا ضايقتك، بس الحقيقة دايماً بتجرح وبتوجع. أها، لما تعرفها صح رح تتوجع، بس رح ترتاح كمان. أنا بوعدك كم يوم وكل شي رح يكون منيح، ومن هلأ لوقتها بدك تصبر. أنت أمك ما بتحبك أبداً، أمك بتحب المصاري وبس. ابني، هي أمك قتلت أبوك وراحت وتركتكم وهربت مع واحد تاني غيره مشان المصاري. آسفة أهان، أنت بكيت بسببي لأني خبيت عنك، أنا كتير آسفة. أنا ما رح أكشف حقيقتك هلأ فوراً، لأنه اللعبة هلأ بلشت. كيف ممكن تكون لساتها عايشة؟ وكيف قدرت تعمل كل شي لحالها؟ بعدين الممرضين بالمصحة النفسية ليش ما حكوني لهلأ؟ أكيد الكل نايمين بغرفه هلأ، حتى الفطور لسه لهلأ ما تجهز. لازم أعمل شيء، خليني روح على المصحة فوراً، لأنه لازم أعرف كل شيء عنها ولازم أسألهم كيف طلعوا. إيه؟ الواحد ما فيه يستفيد منكم بأي شيء؟ ما فيكم تجيبوا معلومة؟ أنا بدي أفهم كيف سافيتري لساتها عايشة. خططت لكل خطوة وانت فهمتك كل شي وشغلتك تنفذ التعليمات، ما قدرت تنفذ اي شي. مو انت اللي خطفت سافيتري هداك اليوم؟ مو انت اللي خليتها غميت وربطتها طالما انت اللي كنت اخدها؟ كيف هربت من الحادث؟ جاوبني. ستي لوين رايحة ومستعجلة بهالوقت؟ يا مدام، نحن نفذنا التعليمات بالحرف، كنا رايحين نقتلها وصار معها هالحادث، حتى سيارتنا تأذت بالحادث، ولما وصلنا على المشفى الدكتور قال إنه ماتت. يا أما الدكتور عم يكذب، يا أنتوا اللي عم تكذبوا، لأنه سافيتري ما ماتت. في حدا فيكن عم يكذب وهلأ بدي أعرفه فوراً. لساتها عايشة وجاي تدمرني. مين ساعدها؟ يا ترى مين هو العدو الجديد اللي صف معها ضدي؟ في حدا دبر الحادث؟ مين؟ هي مرت عمي. معناها سافيتري معها. يوم اللي أنقذتها حماتها كانت خاطفتها. لو إنه أنا ما أنقذتها بهذاك الوقت كانت ستي قدت سافيتري. أنا شفت كتير ناس مناح وسيئين، بس هي أول مرة بشوف حدا بهالشر. كيف بتعمل هيك مع أولادها؟ كيف ممكن تعمل هيك مع أحفادها كمان؟
أنا نسيت عليكي بالحكي كتير امبارح، ونسيت أن الموضوع صعب عليكي مثلي. ما في داعي تعتذر أخي، أنا منيحة. أخي أنت ما تقلق، إذا هي عاشت مع سارلا تعرف كيف العيشة معها، يعني كيف بدي أشرحها؟ كأنك عايش مع دب بنفس القصص، صار عندها مناعة ضد كل شيء. أنت خلاص. بدي أقلكم شغلة، هلأ لو شو ما صار معنا رح نقدر نتجاوزه، وخاصة هلأ معنا إشكي مشان تكمل. صح، طالما نحن دائماً مع بعض ما حدا بيقدر يزعلنا. إيه صح، وحتى السيد بانكاج إجا هلأ، هو كمان رح يكون معنا. شو سخيف، هاي نكتة سخيفة وبايخة. إيه بس أخي ضحك. إشكي وينها؟ ما شفتها من الصبح. هي بتكون تحت، ما هي؟ احتمال تكون مع ستي. أنا مبارح حصبت عليها هي كمان، لازم أقوم وأعتذر منها. يلا رايح يعتذر، خلينا نلحقه. وإذا شو دخلنا نحن؟ هو رايح يعتذر، واجب الإخوة والإخوات الصغار ينزعوا اللحظات الرومانسية بين الزوجين. تعي. لا يا بنتي مستحيل يصير هيك، الحماية بتتخانق مع كنتا، ممكن يكونوا أعداء، مستحيل تعمل هيك أو توصل لمرحلة تقتلها. يعني قد ما كانت قاسية بالنهاية هي بتحب عيلتها كتير. لا هي بتحب حالها وبس، لأنها بتحب غرورها. ممكن تفكر تعمل أي شيء إذا قدرت تخبيني كل هالسنين بالمصحة العقلية، معناتها ما في شيء بيمنعها إنها تقتلني وترتاح مني على الأخير. كانت عم تلعب لحالها كل هالوقت، بس هي أول مرة حدا بيلعب ضدها، مشان هيك رح تجن وما عم تعرف شو تعمل ومين تواجه ومين عدوها. كمان أفكارها تخربطت، عم تسأل حالها كيف سافيتري عايشة. حتى إنها كانت رح تشك فيني، مع إني رفيق أبوه لأهان المقرب. أنا ساعدت سافيتري كذا مرة وكنت معها، بس شكها هالمرة مانو خايب أبداً. ولادي لهلأ مفكرين إني أنا خنت أبوهن، لهيك لازم أكشفها. بس يا خالتي هلأ ما في أي طريقة حتى نقدر نخبرهم الحقيقة. أنتي ما فيكي تقتحمي حياتهم وتحكي كل شيء، اطمني بس وكل شيء رح يتحسن. أهان مصدق كل شيء بتقوله صبته، لازم نلاقي طريقة نخليها تعترف لحالها، ولازم نخليها تبين كتير ضعيفة وقتها منضرب ومنوجه. إيشكي بالمجمل عم تحكي صح، من زمان كنت عم اسأل حالي انت وين رحتي واختفيتي كل هالوقت سافيتري، بس هلأ نحن معك وتأكدي رح نكشف دورجا بأي طريقة ممكنة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.